شاهدا مبشرا ونذيرا للعالمين. طبعا هاد الرساله ديال الانبياء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم انا كنشوف انها كيتحملها بشكل كبير الانسان الجمعوي، طبعا اللي تضحي بالوقت ديالو والجهد ديالو والمال ديالو من اجل انه وصل لواحد الرساله معينه، لان كيقتنع بواحد الرساله ما يمكنش غادي يمارس هاد السنين ولا هاد السنين بدون اقتناع. هذه اولا. اللهم ربما ندير واحد التقييم، ربما السنه القادمه ربما واش الجمعيه غتستمر التضحيه او تستمر بالمقابل ذلك، هذا نقاش اخر. ولكن على اي العمل الجمعوي في البلاد ديالنا باش مشى، والعمل التضامني باش مشى هو تطور، وهذا التطور ماشي سهل.